في الوقت اللي بيحاول كتير من المصريين يستمتعوا بأجازتهم الصيفية على شواطئ اسكندرية، زادت أعداد أناديل البحر السنة دي بصورة ملفتة للنظر، وضع أثار مخاوف كتير من المصيفين اللي اعتبروا انتشارها خطر بيهدد سلامتهم. عشرات المنشورات اتملت بيها صفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أناديل البحر بأعداد كبيرة على معظم الشواطئ المصرية، موضوع سبب إزعاج لآلاف المصيفين بعد تعرضهم للسعات الأناديل. أنا هنا بقى لأسبوع يطور كل يوم بطلع أناديل 2 و3 و4 كمان، وحجم يعني أحجام كبيرة جدا. أنا واحد من الناس اتلسعت امبارح 3 مرات، وهنا ابني ملسوع يعني كتير. لا لما بيقرص في الماء ده بيبقى كرباج، الصيف ده منتشر وما كانش كده يعني، كان ممكن الصيف مثلا كل صيف يبقى 2 3 وخلاص، لكن السنة احنا بقالنا كام يوم من قبل العيد واحنا على البحر. انا نزلت رحت البحر مع اخواتي، فنزلت فبعوم عادي، لقيت قنديل مرة واحدة عطيني من هنا جامد، رحت طلعت رحت عيطت جامد، رحت طلعت بر نزلت احط رملة وليمون وكده. ورغم تعدد الشكاوى الا ان المسؤولين عن الشواطئ والصيادين في اسكندرية بيأكدوا انها ظاهرة طبيعية بتتكرر سنويا. شيء طبيعي جدا في ظل او في هذا التوقيت من الموسم، كل الاسكندرانية عارفين الاناديل وبيعرفوا يتعاملوا معاها، حتى لسعاتها بيعرفوا يتعاملوا معاها بالخل وبمية البحر. هو عامة ولا بيعض ولا بيقرص، ان هو ليه لسان ولا ليه مملوش اي حاجة، ده هو عبارة عن مادة بيفرزها. اللي بقالنا 30 سنة على كده، مش غريبة يعني ولا اول مرة، فهو اللي بيطلعوا بس ما بكل البحر عالي حاجات خفيفة، بحر واطي ما فيش اناديل. انتشار أناديل البحر بكثافة أدى لقيام وزارة البيئة بتشكيل مجموعات عمل لبحث الظاهرة ودراستها وكيفية التعامل معها. احنا دلوقتي بصدد ان احنا نبتدي نحلل عينات الجيلي فيش دي وعينات المية اللي اتجمعت، عشان نقدر نعرف ايه السبب الرئيسي بالظبط اللي سبب التكاثر، لانه عادة الجيلي فيش بتكاثر شهر 7 شهر 8، المرة دي جاب بدري شوية، فهو السبب الرئيسي بيبقى نتيجة ان في تزايد حصل في التلوث في المنطقة دي او المناطق دي عموما. الحاجة التانية ان هو نتيجة السد الجائر للسلاحف اللي هي اساسا الاكل الاساسي بتاعها هو الانديل البحر، فده ادى الى ان خلاص بقت زيادة مش طبيعية بالنسبة للجيلي فيش. انديل البحر الانواع اللي موجودة دي في مصر عموما، سواء روبيليما اللي هو موجود دلوقتي، موجود اسمه روبيليما نوماديكا ده، او انواع التانية ريزوستوما او اوليليا، دي كلها انواع مش خطر يعني، ما فيش منها خوف اطلاقا. ولحد ما نوصل لحل لمواجهه الظاهره غير المسبوقه، هتفضل اناديل البحر وانتشارها مشكله بتهدد الشواطئ المصريه. هشام الرباط، هنا العاصمه.